بسم الله هبين دويت مركان مرين تنزيل القرآن كوحادي يدي قوليها أشاعر ذا اللي دهدو وكمدا فرقوين كإسلام كشيكتا ما أمن سنو كتاب القرآن كذا آخر سنة إساني عربي مصاحف تأذن كقرن إذ حفزنتهين إذ أخردان إذ عررت برتان إلهي أولي بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قرآن كعربي إن إلهي حقي سوك السودكي أو كر كيمت والنبي قال لقو السودكي أصغو صدا ما أمن سنو لبو ذا حرتك ماذا وحيدا إن من أشاعران أرقنوي وحيدا وركاس وذات كون غبان أبو رطي إن حسين آذان ما أمن سنين تاسا كانت مركا إنا إذن سوقاضو وحي مركا قعنت إذو أي قاعدة مركا انقلبت السوبة حي مكتبة دا قرقا دارو حديث متقين كتب دا المسوقاضين أفر كتاب وأيقوا إليهم بعدين سوقاضا دابا جلس كسويد كب حين أشاعر وفرقو كمذا فرقوين كإسلام كشيكتي قرنقي أفراد هجرة أمضة كسوة بيري وداد علي بن إسماعيل ليدا بن بشر أبو الحسن الأشعري أيا أساسي أفرتن سنو مسلم موسى أهينو قالبو أها واقدن بو طوبت كيني أو مذهب كان أياد قوليها الشيكتان بو أسوال لابطي مسلم موسى قال بوها وحان كوضا أيها وحيدة هذين أفرطن سنو معتزلي أها أبو الحسن الأشعري أفرطن سنو أي معتزلي أها كدبنا صدح بقول لباتانيا اللحذي أما لباتانيا أفرطن وقير يوذي لحذن جر بوكود انتي لحذن يردور بوكود انتي انتو يراها ديل ما يركا مذهب الله ما تيريو مركو هانا قاضي شيء تمنجر وحي كدن بي أفرتن كدر ما يقول نقضة كنتن يشن كنتن يشن لحدنا وكل انت شن سنة أما صدح سنة أفر سنة ميرهاس أي أصول الله بتي دينتي مسلمين تبضون كذي أمن سنة أي مكان لقى صور ريبو بدع دي وكتك لقى صور ريبو معتزلنا إنا يقاليهين ويأشاعر إنا يقاليهين كو إجماعين شيخ هذا سوقوري ليلادو عبد القاهر البغدادي الأستاذ أبو منصور أشاعر وحيكو إجماعين بري أصحاب الحديث إن معتزل أي قالتها هاي كتاب كسا الله اسمه وصفات بكسو قوري كذلك كتاب كسا الناسق والمنسوق بكسو قوري ميلبضن بكشي معتزلين أي قالتها إذن شيخ وذو مركة أفرطن سنة معتزلي قها محونا قنية أفرطن سنة شيخ وذو محوها قال وادنبنا وصول نقضي مذهب كان مدمر كيف فاسد كونا كتك واقدم علماء المركة وحيليين أصوش معتزلة كما توبت كينين فروع ذبك توبت كين فروع المعتزلة بك توبت كيني لكن أصوش وباقية أسوغوا موضيين وكان نقضي بسان كان نقن وماشي رمد قد يجرين نين وين موضى إسلامه هذا في لحظة سنو يتضبات سنو حير يون يا ظلم كسو جري جرت واجد دمر حقوق ذا دكويان وحقوق آخريان روجمي وحن باكو وهاري في الجمو اي روج باكو وهاري وحبا كو جيرهايا هو شاو دوقتين بيلاتا اسوغو مودا ينو سخان ياهي اي وحبان اي كو هارين نيمانكا ايغا اه ما ها اشاعي لو نوقدا هدا قربان ادين شيغي عاو وحير ما وركا اي شيغان بنبرنا يا موييني وحان اسكو داي هدي الا يداهدو ان ان مرو ديل قدا اشاعرو انغا اهان جيري وان نقانا كتب صدان سو آخر سنة وقت بان نقا بحي ويكو سو دالي عيرتاب ما عيدا يقنا مغش مركا نيمان كان أشعر هذا الشيغان هي الصومالية يتشوغ أما نيروي يتشوغ الدنة هي ما يقنا المذهب كودا لكو يكون محاب صدا إني سن أقونين ووحان جنس كالشيغان أيان بان محاضرات كو عدين دونا إن شاء الله تعالى وان بالله بدون هذا كلمة يسعو تمركا رمي يدالي لكن هذا وحدو قاتان علماء الإسلام كا إن بدونه كمدة يكون محابسنا أشعري بوها كانوا أها بين ومدنا وي سيران إسكي إلالية أشاعره سدح مسألو
ayaa ashcari lagu noqdaa ay ummadu ku khilaafeen. Masalada koobaad waa inaad tidhaahdo ithbaat alkalaam annafsi baa la yidhaahdaa, waa inaad tidhaahdo qur'aankan qoran ee carabiga ah kalaamullaahi ma aha, waa makhluuq. Sida xasan loo abuuray baa loo abuuray, sida maxamed loo abuuray baa loo abuuray, waa makhluuq min alkhalaa'iqi. Alfaadan iyo dhawaqan iyo qur'aankan carabiga waa makhluuq. ilaahay wuxuu leeyahay keliya macnihiisa, macnaha uu alfaadan ay tusayso, alfaadan iyo erayadan iyo dhawaqan iyo qur'aanku nabigu akhrinayo wuxuu tusahayo unbuu ilaahay leeyahay. Laakiin inta kale makhluuq baa iskale, ama waa hadal nabi maxamed uu nabi baa ku hadlay makhluuq ah waa qowlu bashar, ama malag baa ku hadlay waa qowlu makhluuq oo jibriil ah. ithbaat alkalaam annafsi baa la yidhaahdaa. ninku hadduusan fikradda aaminsanayn waa ashcari lama odhan karo. masalada labaad ay ummadda ku khilaafeen ee khasaa'istooda ay gooni la yihiin ee la odhanaya in waxay kaga duwan ummadda intooda kale waxaa weeye ithbaatu ru'yati illaahi min ghayri jihatin walaa muqaabala. ilaahay baa aakhare la arkahayaa adoon fiirinaynin baad arkaysa, ilaahay adoon fiirinaynin oon labada indhood ku taagaynin baad arki, ilaahay asagoon kaa sarraynin baad arki. ru'yada la yaqaano caqlan wa sharcan wa curfan waa maxay shay markaad arkayso? sideed shardi baa loo shardiya. shuruudu ru'ya waa thamaaniya, sharcu muslim awal kitaabu liiman baa idinku soo sheegay. waxaa shardiya shaygu inuusan aad kugu dhowaanin, shaygaad dhowraysa haddii uu kugu dhowo miyaad arki kartaa? gacanta waad fiirinaysaa, haddii lagu soo wado bab lagugu siiyo arag ma soconhaya? waxba socon maayo. waa inuusan aad kaaga fogeyn ilaa aad awoodu weynaad aragto. shuruud baa loo shardiyaa ru'yada curfiga caqliga. idan waxay dhahay ilaahay waa la arki oo muminiintu way arkayaan aakharo, laakiin waa aragtitaan aan alle iyo uunkiisu aan indhaha isku uunkaysa la arkaynin oo indhaha aysan ku taagaynin oon dhinac kaa jirin oon kar kaa jirin oon hoos kaa jirin oon bixi kaa jirin oon midi kaa jirin. haddii shay aan kor kaa jirin oon dhankan kaa jirin oon hoos kaa jirin oon kor kaa jirin oon xagga kaa jirin oon xagga kaa jirin, see loo arkaa? iska daa waad arkaysaa ilaahay, iska daa waad arkaysaa ruux ilaah u yidhaahdo ma noqon karo. ashcari ithbaatu ru'yati illaahi min ghayri muqaabalatin walaa jiha. waagdan waxay yidhaha ruuxa waxaasoo dhan waa idiin been guuraynaaye, waxaan ka wadnaa ilaahay baa la arkaya, waxaa laga aan ka wadnaa aqoon baad aakhiri ilaah u yeelanaysaa. cilmi iyo aqoon baa idiin kordhi aakhara markaa tagtaan oo ilaahay xaggiisa idinka kordhi horaan aydan lahayn waagad adduunka joogtee. idan maxay noqotay? ru'ya ma jirtee hee, waa cilmi. ashaaciradu waxay shabahaan dhanka waxaysan aaminsanay inay sheegtaa kuna muujiya inay aaminsan yihiin iyo wax kale aaminsan. waxay dhanka ka shabahaan munaafiqiinta iyo raafidada iska ilaaliya, waa dhaqan yaqaana diinta zanaadiqaday shabahaan buu ibnu qudaama kitaabkiisa markuu ku ridinay. waa runtii waxaysan aaminsanayn oo khilaafsan madhabkooda yuusan shacabka uga hor imaanin ummaduna yaa u dhihin loola yaabin wuxuu ku dhihi waan aaminsana. hawsha yaa lagu yaqaanaa? munaafiqiin iyo raafido iyo shiico ataqiya diinii wa diinu aabaai wa hawlihii taqiya yaqaanaan. nimanka diiday ilaahay la arki mahayo yidhi ee ku kufriyay mucjizale ahaayeen warkood uga cadaysteen, waxay dhihi ilaahay aakhare lama arkaayo. makhluuq iyo bashar iyo mawjuud xaya oo makhluuqaa la arkay wixii la halmaalo ilaahay maa duuna allahi baa la arkaa. ilaahay waa ghaniyun wa munazahun can ru'yati albashar, ma arkayna aakhare ilaa arki ma lan taraani bay ku dhageen iyo hawlo lamida warkood uga cadaysteen. ahlu sunna waaljamaaca asxaabu lxadiid ahlu lqibla waxay yidhi ilaahay waa la arki, siduu nabigu inoogu mithaaliyey baa loo arkay. dayxa afar iyo tobnaad miyaad ka shakinaysaan maya saad dayxa u aragtaan si ka cad baa rabbigiinu arki doontaan ba nabigu yidhi waa la arki. oo muslimiintu rabbigood jihatu culuub ay ka arkahayaan min muqaabala ay ku arkahayaan maca almubaayana bay ku arkahayaan, ru'yada la yaqaanay baa alla la arkahayaa. ahlu sunna sida mucjizana waxay dhahaan maya. nimanka maxay rabaan?
إن أذيكنا كسران مزنا يدهن منهن إله هو الله عارك لكن إن ده الله صار ماي هي ود 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 وعيدهم حنك ودنا أقون فول أه وتيه وران رب الله لها كدرن بآخر الله يلنيا هذا تمر رؤيا مسه وعلم كري خصيصتك ومحياي إثبات الكلام النفسي طلبات رؤية الله من دون جهة ولا مقابلة صدح خصيصه صدح وامه وكسب الأشعري الكسب حليد هذا معزل وحيدهن الضومض فلك ضعيقا السمين أيها أبورا يا إلهنا شكركم الله يدهن أهل السنة وحيدة هذه الضومض فلك ضعيقا الله إيمانا يا إيقا فاعلون حقيقة أه نكي وحدي حمان أسقى توجا أسقى خائن أسقى خيانة الصمين أسقى تونيد الصمين أسقى بنت الشيغي أسقى رنت الشيغي هذا خير سمين أسقى خير كالصمين إلهي سبحانه وتعالى قدر ذا يدعيه قليوك أبورا وحن سربين إلهي دونك كما دعوه الضمض وفاعلون لأفعالهم حقيقة سلف كايري مزلان محيده بل هم خالقون بل هم خالقون لأفعالهم أيها أبور إله شغلكم له لما كوني ما دو حيدة هذه الضمض أفعال شو ذا يوحن أي سمين أيان دعا هي أيها ما سمين أيان ليسوا فاعلون حقيقة وحد تكون أي أذيك ماءها صلاة أذيكم ماذا لأمن ماذا سمين حسان وضلدان ضلدان ميسا أذيكم مليد بل أنت كاسب لكلامك كاسب لصلاة كاسب الكسب الأشعري بالليجي ثلاثة لا حقيقة عندها وهي صدح بالله الشيخ أن حقيقة لهي وحاوي وكسب الأشعري هي طفرة النظام بأحوال أبي هاشم وحل فهمك رما ورفلك أضاء السمين يأيده ما السمين سأل الله السمين يأيده لبضا بأوي مزل وحيدنا فلك أضاء السمين إلهنا شغلكم له ألسون وحيدهن فلك أضونك السمين إياه إلهينا قدرة يا أود يا داعي يا هوشا سجلية وحفظ ربنا ربي ربنا المدعاي لك أدون أسقى فاعل حقيقة ظلم أسقى إلهنا ظالم شغل ظالم ظلم شغلكم له أي واحد ما يا أدونك هو كاسب كسب بوليه شقيس بوليه وحاله لما من أموي فالكان أدونك كدعي إنه بقدرة الخالق دعي إنه قيمت بقدرة العبد الحادثة سو جب جبي أدونك أوديسو وحرادا ما كل هذا في الكيسة أشعر محيدة هذه مايا معزل محيدة ها أرسلنا محيدة هذه ها قدرة العبد وأود رب الجلي أدونكنا سامين بيكول هذا هي سميس يا أهيسين بيكول هذا في فعله وصلاته وقوله وكلامه نمان كنا محيدة مايا هذا كسب محوية وركسبكو إيه شيء وقدر حادثة عندها لا أثر لها في المقدور وفي الأثر محيقبت جوجوك ميشا جوجوك ووركي جهمية ذاها أدونكو ومختار عفو ومجبور في صورة مختار تحركه المقادير كما تحرك الرياح الأشجار وركض واتقر نيسان كسب الأشعري الكسب رؤية الله من دون رؤية ولا مقابلة إثبات كلام النفس صدح لا سخصي سوء صدح لا ننك اللي يهلو أي أشعري أما ننك الشيكتين أشعري بان أهي لكن وداد إنا كم حافظته وحبو التأويلي وحبو أولي مؤولده معزلة بأبوه جهمية أوه فرق بضنبه أولا درارية أوش نجارية أوش صالحية أوش شيعة أوش دم بالله وذا دني هو لو وذاهو هم كنا قن ميس الرهبل رهبل قرمان نقن مرك لجاهلو وحيقة أجار كأها أشعري وحار نقن مرك لجاهلو صمدي أشاعر أجار كأيد قيل يحلم حلوك لجرتا أستامو أشاعرهم هاي أستان إدينا صدح الرموت كسب الأشعري رؤية الله من غير جهة ولا مقابلة إثبات الكلام النفسي صدح لا الريموت من نمو قلاء حفن حجر ومع ذلك ويشيكتان ويكم حافظا يا للنسير عنصر مهمة دي
محان دي دهبين دوي قرآن كان عربي ربي يجي هي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين كذب ياسين أخري ياسين محالي ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ما يدهن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أبدا ما أقوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أبدا إنا نحن نزلنا الذكرى وقرآن قولنا بل دبوا أهدونك حامي ماذا أخرية تنزيل الكتاب ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سورة السجدة سورة قرآن كتنزيل تنزيلا نزلنا أنزل أنزله تفبي كتايزوما لبقى عيد وقال مروا حديث الشيخ فعل كهدي الوقت كي مستر كيسه لا يحتمل المجاز مجاز من غنكر حقيقوي قاعد الله بقى يوبي يقول ينو قرنا وامحي شيخ هدي العلعليو وملو كي ماد هالقاب وكي مادو والنص في مدلوله ومعناه لا يحتمل التأويل والمجاز قواعد الصلاة بيكتون تين وحين كوي ده هذي وحلقو شيء سود ده وجبريل القرآن كان عربي كور كم سود ده نبي لقو ما سود ده جينين جبريل ويوم مخلوقة ومصحف كان ما كور لقو سود مايا ما القرآن كان آخرين عربي مايا لغات محكول دوي لغته أدونك إلهي محب باللسان العربي مؤذين لغاتك أدونك يا مخلوقاتك حيكون دوينيهين هذا لك كل دوينيه أفكا معنى وايسك غميت قم هدان كده قم يا استاندي أبادان كده يا أموك هدان كده سوسك مدما انت معي واللغة سواحلية إيه إنجليزي روما قانا دو حان شيء قلنا الله سبحانه هذا إيه عربي صدق واسكم معنو توبي أنا ما قدرة وقم دايو عربي كعياراني إذا قم إيه استاند أبي أموك محي نقدة وصدق اللغة باللسان سواحلي اللسان إنجليزي اللسان عربي أوي لكن واسكم معنو معنو واحد نيكا قم كويري يا نيكا اموكا كويري نيكا ستاند اب كويري معنو يوتشيدان معلوكا لدوية اريغا لفظيغا نوكا لوكا لدوية لغضو لغوين كوردو واسكو معنو انت الصومالي كوشيكتو ومعنا نوكا صوحيل كوشيكرا نيمبا انجليز كوشيك نيمبا تشينيز كوشيك وقونقون لكي نيمبا روس كوشيك وحكا لدوة الفاضي يو لغ يو سو اصوات وي لكن معاندو وأسكم هذا الذي قال الإنسان ورب الدين يري إن جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين قرآن كأصل إلى أكتس كما يمنع أمسيه ما يفهم توحان وجه لغة أيضا إلى قرآن كسود شيء ربي شيئا نيو الله بين بس شيء أمسيه لكن ويدين قرنية ومجاز بين الليل كتب تودي بان كسو صارية كتاب كم حال هذا التسديد في شرحي التمهيد كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ليداده أو بكر الباقلاني أولي شيخهم شيخهم الثاني أيو شرحها هيا وذاتك إسكالي أفر بقول تضواتني سديد بوردنتي القاضي أبو القاسم عبد الجليل إن أبو بكر الربع عبال ليداده كتاب كاسان صفحة أهر لابو بقول كنتني اللح وحير بانك آخري وإذن كتك هيا وحكسوها الله معزلة وحيد دليشدين قرآن كونه مخلوق يهي بيحيد دليشدين إنه الله سودك شيء وعرك كي يتبنوا دليل إيداده أقولك أويمد تيبك جوابها وحيد وقد اختلف جواب شيوخنا رحمهم الله تعالى عن هذا شب هذا معزله ما كان لقيت جوابها علماء أنه هو إسمان رافين بلو جواب تدبك لدواناتي فذكر بعضهم أن القرآن نزل
ونزوله مجاز مغليزا كلفا دم حزام بايدي مسدين كايدي ونزوله مجاز هذا الكلام ما بقول عايا. فذكر بعضهم أن القرآن نزل بركض وحش علماء النادي مركي مزل جوابها هي القرآن هو سود دقي لكن سود جديد ومجاز بمعنى رب معها وحل بيني كروي أذو مثلا رأيت أسدا رأيت أسدا يصلي كريوف بين باس يتنقل لي كرا بل أنت رأيت رجلا يصلي مجاز وحل بيني كروي ولا ديد كرو. طيب ونزول مجاز علماء قيب وأشاعرة رجعن علماء قيب صار سيدهم برو وذكر عن بعض أنه قال بعض العلماء أنه حلقس يقولوا أنه قال لم ينزل القرآن لم ينزل القرآن قرآن مسود دقين إيه وسود دقين لكن تجد سوى مجاز لا رأي ببقابام حق الدقين تانك محن كان لنا نو مو حكى إذا شيء هاي سو تنزيل ما نكاه لي مو حكى عن شيء قانو هذا الدير وقاضي قاضي بكر باقلاني ودبنا إليه خلاص أي تهاي مكان لسوع العلي مجاز ونزول كل لكن لا أفيان لقبل بلارين ضد كي يان لكلا عيرين هوش النفاق أي النفاق المدني كالرافضة والمنافقين. كتابك وكما التفسير الكبير لأبي عبد الله فخر الدين الرازي الإمام ما كلا دانين كلا إطلاقه سورة الزمر أيوه فسرها يا سورة الزمر محيلاتها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم لفظهم كشيء شاعر كتها بدعمك هتقول عضو أما قرآن كقولي أما آيات بقولي أما حديث بقولي وحلا يغنوي مركز فيودها على سنة هينا وحول بحكون نغن هيا هدى وشفاء هذا العرق تسرع هذا قيب كميض ومك الله الشيء آطان قريسه عذر بعد قبطاي وانا اسبت الله كنسر كالقودة والقيو هذا دي دوء الحنون سطو مركز لقاها اللي أحاديث مسلمين تقيقوا إن الله روح الله يسكي إلهي كهل يسعاد حيوغن كيسقريسه حنون بعد قبطا قال بها هل قال يسمك الله قال هذا ديدا يسنا محاد قبتا اي ديس بعد قبتا اي وح قدرا اي ديس واسك عذر عادي إيه قال لي ما قبتا مرك اسك الهاليه اياتنا دفت وحول المساله الثالثه دغيست هذا المساله الثالثه الايات الكثيره تدل على وصف القران بكونه تنزيلا وايات اخرى تدل على كونه منزلا او منزلا وحور ايات ادفر ابدا وحي عدين ايان قرانك انه يهي تنزيل رب العالمين ايان وحي عدين ايان انه يهي منزل من ربك حور اما الاول قيبت ايتها كوبات فقوله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين شعراء ايات وهيدوي وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد ايات فصلت وي وقال حميم تنزيل من الرحمن الرحيم فصلت وي تنزيل صوما تنزيل آيات العلية طيب بكتك لكن انت سوف فلا وأما الثاني إنه منزل يا منزل يا هاي وحاكم إذا فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بغيزة هذا وأنت تعلم أن كونه منزلا أقرب إلى الحقيقة من كونه تنزيلا فكونه منزلا أو منزلا مجاز أيضا مجاز صازياله فخر الدين الرازي إمام الأئمة شيخ الإسلام عنده لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الانفصال والنزول عور هذا القرآن كان لقوضه معنه إلهي معنه قرآن كي قائم بذات ربي أها معناها إلهي كصف فإسناها دوياي معناها مسو ديكر إلهينا كما إيمان كروه مسو ديكره إلهنا كما يمنكروا لأنه إن كان المراد من القرآن أصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الانفصال والنزول محكو صار إن قرآن كان لقوضه كي عربي بلسان عربي مبين وإن كان المراد من الحروف والأصوات
فهي أعراض لا تقبل الانتقال والنزول. هذه حروف اللغة العربية اللغة والقرآن كأهانة وأعراض وصفات أحوال وأحوال لمسو قورك تعرن دكت ما تقول ما يمان كرت محل يوجد هذا بمركة حرب بل المراد من النزول القرآن كنت النزول جاء وحلقة وذا نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول جبريل سودي قد سألقة وذا قرآن لغا سوقاتي الله وقوها الله إلهي سبحانه وتعالى وعربية ومبينة وسودي ونبي الله كان مجر وحسودي ملك. سورة الزمر باللغة كفيرية ومجدك اللباتين لحد صفحة أفر بقول طباني سيديت نيكا واكوما كتابكم حاليا شرح الأربعين شرح الأربعين في أصول الدين مطلق وحايس كالي فقدين الرازي شرحنا وحايس كالي قرافي أبو العباس القرافي أحمد مدرس القرافي بقى بقول سقاشني اللي حوله يا هاي سؤال وحقص الله قرآن كان عربي جاءه الفاظ ده إذا رب كوع عبدان عروت برتان يونس الرب هذا الكساء هاي هو مخلوق يقص الله كذب حول السؤال. إذا كان القرآن الموصوف بالنزول هو الحروف والأصوات كيف يصدق عليه أنه نزل إلينا معنى الأصوات لا تبقى زمانين ونزولها فرع بقائها وحروف تيسي كلا يفادان ما قال كتاب الخزو اللي فيزان انت هذا عن كيري بقول بايدين كيري كراه لكن انا ايدين توثيقي ومبان ربي كلمة ايضا وعور هدو قرآن كوية قرآن كاللغوط المامي سودي قتان كواكي حروف تي أصواتنا وقرآن كعربي كها سيسور قلي كرتابوري انو سودي ومحايا لي أصوات يضوقو لبح اللي مجو كرتو إني سودك تنا وحي فرع كتهاي وكرت ماذا إني باقي نقطه. ولأن الأصوات أعراض والأعراض لا تنتقل في الأحياز والنزول انتقال في الأحياز. جوابه بوري جوابه إشكال كم حنكة جواب إن النازل في الحقيقة إنما هو جبريل النازل في الحقيقة إنما هو جبريل وسمي القرآن نازلا من باب إطلاق ما يستحقه الموصوف على الصفة على سبيل المجاز والاستعارة لأن أصواته عفوا لأن أصواته صفة له لأن أصواته صفة له. إذا وحود وحاص ودوام حج جبريل دقي دي سي سعد كيسون بالنزول لقى عبر موين قرآن كو ها مسود دقي وحسود دقي واجب الحقيقة قرآن كو حسود دقي مجازا مجازا. القرآن العربي لم ينزله من عند الله وحسود قوام حي جبريل جبريل با إله سبحانه وتعالى معنى كفهمي جبريل با سود دقي أصغاها الله والنبي قال الله الله محمد با جبريل وحكفهمي محمد با الفاضة عبرية هذا كان عربي معجز كا إذن هذا كان معجز كا إذ كو عابدان إذ برطان إذ نقود تجيسان إذ حفسنتهين إذ قبلها كو قرستان إذ علومة كتهين هذا الإله معها لم ينزل من عند الله بل هو مخلوق كخلق البشر بإجماع الأشاعرة كتبت أن يقول قرآن طيب مخلوق ياي مركلان قال الدورة لكن هذا محان ربا تنزيل رب العالمين هو مجاز استعارة معها حقيقة معها كتابك وفانتي كتابك وحالي شرح الإرشاد لإمام المتكلم من أبي القاسم الأنساري إرشادك وحا إسكالي جويني با إسكالي جويني با إسكالي أبو المعالي جويني إمام الحرمين نينك أنه أرد قيسي شرح الإرشاد ونينك أغو قيمة بضان أشاعره إسلامك أغدو أصنور كي زايدين شو أشاعره دمبان كالله وحقصه الله بعضهم بابا يستوى حيدي قرآن هو منزل إيه منزول به إيه منزل على الأنبياء هولها بحث دير بقصه الله وحيو لكن حقيقة أنه دوكا ما أمزني له محلق السمين فإذا بحث دير كتب حيو فإذا المعني بالإنزال إنزال كوحى الله وجه دير لقاء قول لي وأحد أمرين لما بيضم به إما القول بأن جبريل أدرك كلام الله
أدرك كلام الله تعالى وهو في مقام فوق سبع سماوات، ثم نزل إلى الأرض وأفهم الرسول ما فهمه من الكلام في مقامه من غير نقل لذات الكلام. سوح بس قورين وإله وحق كم مقل وحق أسوق فهمي أنبو أدرسو الشيغي جبريل با الشيغي وحق ربك فهمي. هذا الإله ما مقل جبريل، قرآن عربا ما مقل جبريل، عير لغم سودتين قرآن عربي هوس لمكينين معناها ينامكو حنباره. والأمر الثاني هذا الدير بوسي أن الإنزال بمعنى الخلق في جهة تحت، إن خلق لقوضه والله أبو رأي لقوضه إن لقوضه جبريل باسود قالوا معنهم باللوجه ده تنزيل كالبعض مقاشي قرآن هو منزل على الأنبياء يو منزول به يو تنزيل يو نزلنا هذا مقاشي الله ما بدون إن الخلق كفة سرته وأبو رأي الله أبو رأي كفة سرته إيو جبريل باسود دقي وحلو سود دقي وحر ربي كفه ما صو إله صو المقل قرآن عربي ربي عن كم مقل وحروفي أصل ربي عن كم مقل كده مركو سود دقي فهم كوا فهمي بو النبي قوش يجي أما النبي قام مكو جبريل سود دقي أركي كفه موح ربه ومضى قوش يجي. هذا الكان إذن قرآن سورة الفاتحة إلى سورة الناس إما صحيفة إذن قرآن إلا به نكبوحة إذ أخرذان إلهي كعابدان إلهي حقي سلقى مسو الدجينين عند الأشاعرة حقيقة. هذا يقول أنه لقى سو الدجين وحيو جيدان مجازا بور إسكو قرين يوجد ثروابت يعامض يسنياب يأفغي أن اللضوب بيكوضان وركع الله سعودة إنت سنكبحي وركوضة ففاينتنا حلك لين قندو أنت. والله سبحانه وتعالى أعلم.